بمسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر تم تشييع جنازة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في حضور كبير جدا من المسؤولين والفنانين وأسرة وجمهور الفنانة الكبيرة، لدرجة أن في جزء من سلم المسجد انهار بسبب التدافع الجماهيري وكثرة الموجودين. عرب وود حضرت الجنازة وسجلت لنا تفاصيلها لحظة بلحظة. الفنانة الكبيرة نادية لطفي الصديقة المقربة لفاتن حمامة كانت رغم حالتها الصحية أول الحاضرين. قالت إيه عن فاتن حمامة؟ تعالوا نشوف. أستاذي مثل الأعلى وحلم حياتي اللي أنا حلمته وربنا حققه إن أنا أكون قريبة منها ودخلت الفن واعتزيت بإن أنا أكون فنانة وتعلمت منها إزاي أحترم قيمتي كفنانة وقيمة الوسط الفني وأسرة الفنية والعطاء وحب الجمهور واحترامه وإزاي العفة والحياء اللي هي يعني أرسته في وجدان الوطن العربي والمصري في الفنها الشموخ اللي فيه العزة البساطة الرقة الاستمرارية في يعني ما تزبزبتش وفضلت هي قيمة وقدوة وهي ليست فقط إنها سيدة الشاشة لكن هي سيدة حب الجماهير العربية والمصرية والعالمية. إلهام شاهين وهند صبري ونيلي كريم كانوا أول المودعين لنجمتنا الكبيرة سيدة الشاشة العربية، اتكلموا عنها في التقريب ده. عايز أقول فقدنا أجمل شيء في الحياة الفنية كلها، الاسم اللي كنا بنفتخر بيه في حياتنا ان احنا بننتمي لوسط فني فيه اسم فنانة الكبيرة فاتن حمامة. هي طبعا قيمة كبيرة جدا، علمتنا احترام الفن والارتقاء بمشاعر الناس وبأذواقهم، فن راقي محترم جميل كل الأجيال هتفضل تتعلم منه أعتقد نهاية الحياة، يعني من جيل لجيل اللي ما يتعلمش من فن فاتن حمامة عمره ما يبقى فنان. هي ست عظيمة وشخصية جميلة، وأنا على مستوى الشخصي أنا بالنسبة لي الموضوع يعني أكبر من أنا فقدت سيدة الشاشة صديقة وأمي. يعني أنا بعزي نفسي وبعزي العالم العربي كله في مدام فاتن حمامة ربنا يرحمها، لأنها علمتنا حاجات كتيرة قوي، فإحنا النهاردة جايين نقول لها شكراً وبنترحم عليها وعلى روحها. كاميرا عرب وود حضرت كمان مراسم دفن سيدة الشاشة العربية حتى مسواها الأخير وراحت المقابر، وفي التقرير ده هنشوف المكان الأخير اللي ودعنا بيه فاتن حمامة. لبلبة وحسين فهمي وشهيرة وجميل راتب وأشرف عبد الغفور والمخرج يسري نصر الله أكيد كان لازم يكونوا موجودين في جنازتها ومشهدها الأخير. يا ترى بيقولوا لها إيه في التقرير ده؟ هنشوف حالا. مثال للفنانة الصادقة العالمة والعارفة بكل مجال السينما وبماهية الفن وبرسالة الفن، ولما اختارت الوقت المناسب علشان تحتجب وتبتعد ظلت سنوات لا تسعى للاستمرار المشوار، لأن هي عندها مخزون يكفي أجيال وأجيال. احنا فقدنا قيمة كبيرة ورمز كبير، السيدة فاتن حمامة هي كل الرموز الجميلة في الفن. اللي عملته فاتن للسينما وللتمثيل حاجة رائعة، ادت في وجدان الناس احساس ان دي مهنة كبيرة. احنا بنتشرف انها كانت
سيدة الفن السينمائي العربي في الشكل. فخنا إنسانة عظيمة وأكبر ممثلة عندنا في العالم العربي. فاتن الحمامة بنتنا وأمنا وجارتنا، فيها صدق ما حصلش، ما فيش فنانة هتيجي الشاشة بتحبها، أي دور بتعمله بتصدقها، فيها صدق في الأداء، فيها إنسانيات مخلصة للفن، مخلصة لجمهورها، حياتها كلها عارفة تتصرف إزاي، مثال للفنانة المحترمة.